علاقه حب زواج علاقه غرام وعشق وتمتعوا بالحب. الحب هباك خصنا في الجزائر الحب حنا هذا ما كان هباك جزائر شابه مليحه والله خصنا الحب برك نحبوا بعضنا برك هذا ما كان. هل محمد الرغيس عاش قصه حب وزواجو عن قصه حب؟ اه اكيد اكيد الواحد ما يتزوج غير حب كان يمكن انه عن حب لكن ليست قصة حب ما عشت قصة حب ما عشت قصة حب في حياتي كم عشت قصة حب هي علاقة مش تنجح لازم تكون مبنية على الحب. محمد الرغيس شفناك باللي رحت الكاستينج تاع مسلسل الفوندو بعد تلك شفناك ما كملتش معاهم وشنو هو سبب؟ ما رحتش كاستينج مالو شنو هذيك الصور اللي خرجت كانت شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي رحت مش نمضي عقد على الفوندو ومن بعد واش تغير؟ ما عنديش الوقت خير انت كون جيت في مكاني انا نحترمهم ونحترم الاستاذ سوزن الجملي والاخ وصديق الممثل ياسين والقمرة اللي قام وكان لانه هو البروديوسر اكزيكتيف في تونس في قناه الحوار قام بيا وحطني فوق راسه كان فقط انه ما عنديش وقت ما كانش ما عرفت يعني درك ما زدت نتورني وما راهم ديجا في الدور اللي درك نحيي الاخ يوسف سحيري اللي راهو متقمص هذه الشخصيه ما عنديش وقت مش نلعب هكذا هكذا. انت فضلت مسلسلي مع الفندق؟ ما فضلتش انا ما فضلتش انا كنت تمنيت ان هذا هذه فيها احترافيه فيها عمل فيها دراهم فيها مليح كي نخدم هذه لكن احترافيا ما تنجمش تلعب زوج ادوار لانه انا اصلا دور تخيل دور كبير وصعب والدور الثاني اللي اقترحوه عليه كبير وصعب ثاني فما كانش وقت فحبوا يتفاهموا كيفاش نلقاو الوقت ما لقاوش قلت لهم ان شاء الله العام الجاي ولا في وقت لاحق ان شاء الله. قول الجمهور الجزائري ولاد بلادك واش تقول لهم؟ قول لهم نحبكم بزاف ونحترمكم و ما تطلبش منهم الدعم؟ كان اللي يطلب الخبز والماء يتمد وحده. نقول لك رمضان كريم وكل عام وانتم بخير.